لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يوم مبارك ولحظات سعيدة، ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تقال العثرات، ها هنا تجاب الدعوات. إن الله تعالى جعل للخير مواسم وأياما، وإن هذا اليوم المبارك من خيرها وأفضلها وأعظمها، بل هو خيرها وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي حديث آخر: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. فلنلح على الله عز وجل في الدعاء والتضرع، ولنقدم بين يدي نجوانا لربنا عز وجل صدقات، صدقات الأموال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ندسها في يد فقير أو مسكين أو معوز أو محتاج، وما أسهلها وأهونها فهو قليل من كثير، وفضل الله تعالى وعطاؤه وخيره أوسع وأكثر. وأيضا صدقات الأخلاق الفاضلة، البسمة، الكلمة الطيبة، الرضا، السماحة، هذه من أعظم الصدقات التي ربما عجزت عنها قلوب الكثيرين، حتى لأقربائهم وأهليهم وأزواجهم وأولادهم وبناتهم وجيرانهم ومن تحت أيديهم من الضعفة والصغار وغيرهم. فما أجدر أن يعالج الإنسان قسوة قلبه لهؤلاء، ويتذكر خلق سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام في رفقه بالنساء، ورحمته بالضعفاء، وحرصه على الصغار، وملاعبته ومداعبته لهم صلى الله عليه وآله وسلم. الصدقة بالعرض والاستغفار لمن أساءوا إليك وأخطأوا عليك، أنت في موقف ترجو ألا تغيب شمسه إلا وقد غفر الله لك وكتبك في عداد المقبولين وفي عداد أهل اليمين، وإنه سبحانه ذو الفضل العظيم. وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن الله تعالى أدنى رجلا من الخلق يوم القيامة فسأله عن عمله، فقال: يا رب، كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الناس، فقال الله تعالى: أنا أحق أن أتجاوز عنك. فماذا يضرك أخي الكريم أن تبتلع جرعة غيظ أو غضب، وأن تكظم ما في نفسك، وأن تداوي حرارة قلبك وألمك بالاستغفار لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، حتى لأولئك الذين ربما أخطأوا عليك أو ظلموك يوما من الدهر، أو نسبوا إليك ما لم يكن، أو جحدوا فضلك وجميلك، أو تنكروا لمعروفك، أو تجاهلوا علاقاتك وأعمالك وصداقتك وبرك لهم. ماذا يضيرك وأنت في هذا الموقف أن تستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات جميعا، فتشمل بهذه الدعوة كل من صح له وصف الإسلام كائنا ما كان، حتى ولو كان مفرطا أو مقصرا أو مخطئا أو فاجرا، ففضل الله تعالى أعظم ورحمته أوسع، والله ذو الفضل العظيم. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول وهو يقرأ قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، وسعت رحمتك كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله تعالى كريم جواد واجد ماجد ذو الفضل العظيم والبر والإحسان. فلنتقدم بين يدي ولنقدم بين يدي نجوانا لربنا عز وجل بمسامحة وعفو وصفح وتجاوز ونسيان لكل أولئك الذين نعتقد أنهم أخطأوا علينا، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد نكون نحن الذين أخطأنا عليهم أو ظلمناهم. لنستغفر للمسلمين جميعا، متناسين كل الفواصل بيننا وبين من صح أن يوصف بأنه
من المسلمين وللمؤمنين جميعا، حتى وإن خالفناهم في دنيا أو مكسب أو تجارة أو مال أو اختلفنا على أرض، ولنجعل هذا منطلقا لتصحيح علاقتنا مع الناس بما يحب الله تعالى ويرضى. فهذا معنى عظيم، وهو من أكبر المكاسب التي يمكن أن يخرج بها الإنسان في مثل هذا الموقف النبيل الشريف. وأيضا لأولئك الذين لم يكتب الله تعالى لهم أن يقفوا مع الناس في هذا الموقف العظيم وتأخروا لسبب أو لآخر، وقد يكون في تأخرهم برا وخيرا، فأمامهم ألوان من الطاعات، من ذبح الأضاحي، من زيارة الأقارب، من مواصلة الجيران، من الإحسان، من حضور المجالس الطيبة، من التودد، من صلة الذين انقطع الإنسان عنهم. ربما يكون في السامعين من هجر أخاه لأمه وأبيه، أو عمه أو خاله أو جارة أو قريبة لأسباب لا تستحق كل هذا. فلماذا لا نتخذ من هذه الأيام الفاضلة التي هي أيام ذكر لله عز وجل وتقوى وتواصل وفرح وسرور أيضا، فهي أيام فاضلة مباركة، والناس يتهيئون فيها لاستقبال أيام العيد، أن نجعل منها فرصة لأن نتواصل مع الآخرين وأن نجدد العلاقة معهم وأن نحسن الارتباط بالمؤمنين والمسلمين، وخصوصا من له علينا حق بكبر سن أو بجوار أو بقرابة أو بأبوة أو بفضل سابق أو بغير ذلك من المعاني. إن مثل هذه الأيام تمر على الكثيرين، لكنها ربما تضر ولا تنفع ولا تضر، لأنهم أصحاب غفلة لا يلتفتون إلى شيء ولا تؤثر فيهم المواسم، وكأن الواحد منهم فقد الإحساس بمعاني هذه الأيام وهذه الفرص وهذه المناسبات. وهذا لا شك أنه لا يليق بالمؤمن الذي يعرف أن الله تعالى يعتق في هذا اليوم ما لا يعتق في سواه، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. جدير أن يحرص المسلم حاجا كان أو غير حاج ألا تغرب عليه شمس هذا اليوم إلا وقد أضاف إلى نفسه معنى جديدا، وقد حقق في لسانه وقلبه وجوارحه قدرا من الاستغفار لله عز وجل، وقدرا من التقرب إليه، وقدرا من الاعتراف بالذنب والخطأ والتقصير. إنها فرصة جميلة وضرورية أن نجرب هل لدينا قدرة على أن نعرف عيوبنا وأخطاءنا ونفتش في دواخلنا. لقد طالما فتشنا خلال السنة كلها عن عيوب الناس كلهم، عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. نفكر في هذا اليوم على وجه الخصوص بعيوبنا وذنوبنا، ولنستغفر الله تعالى منها. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولتكن هذه الأعمال الصالحة قربة وزلفة إلى الله عز وجل، كما يتقرب إليه الصديقون والشهداء والصالحون بالأعمال الصالحة. ولنتوسل إليه جل وتعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى واسمه العظيم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أن تغفر للمسلمين والمسلمات أجمعين، والمؤمنين والمؤمنات، برهم وفاجرهم، حيهم وميتهم، قريبهم وبعيدهم، يا أرحم الراحمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واهدهم من ضلالة، وعلمهم من جهالة، واجمعهم من شتات، وردهم من غربة، واكشف ما بهم من كربة، وفك أسيرهم، واجبر كسيرهم، واهدي ضالهم، وأغني فقيرهم، وعلم جاهلهم، واهدهم لأحسن الأقوال والأعمال والآراء والأخلاق، واجمع قلوبهم على الحق والهدى، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.